البركه والسعاده، نتمنى ايضا تقدم وانجازات في مسيره ضخمه يقوم بها سيادته مع القاده في بلدنا العزيز. كل عام وانتم بخير. معكم صمويل باقي صدقه من الكنيسه الانجيليه الاولى في اسيوط، الكنيسه الانجيليه الاولى من 1870، كنيسه عريقه اكثر من 100 سنه في تاسيسها، منذ 1896 تم البناء، لكنها من 1870 في منطقه قوم عباس في احدى مناطق اسيوط، غرب اسيوط. احنا استعدينا بكل مظاهر الفرحه والبهجه في اعياد الميلاد والكريسماس لعام 2019، بوضع المزود لاولادنا الصغيرين، تقسيم لميلاد السيد المسيح، وايضا لشجره الكريسماس يمين المزود، ومجسم لبابا نويل كنوع من انواع البهجه والسعاده في عام جديد ننتظره بكل الحب وكل السعاده. ننتظركم في يوم 6 و7 يناير مع اخواتنا في بلدنا العزيزه مصر واسيوط، مع قاده الحكم في بلدنا. ننتظر ان يكون عام 2019 عام سعاده وعام فرحه وعام بهجه لكل ابناء مصر، كل ابناء مصر. ننتظر مزيدا من النمو والرخاء، ننتظر مزيدا من الحب والسلام. رسالة السيد المسيح على الأرض جاءت للحب والسلام، ولذلك نحن نعيش في حب وسلام. تحياتنا لكم وكل عام.